حول هذه الزيارة معي من أبو ظبي مراسلنا عبد الرحيم الفارسي، ومعي من القاهرة مراسلتنا آية راضي. سأبدأ بداية مع عبد الرحيم. عبد الرحيم، أهمية هذه الزيارة، أهم ما سيطرح في أجندة أعمالها، وأيضا خطاب الرئيس المصري قبل قليل. نعم ماجد، المحادثات التي جرت هنا في قصر الوطن بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الزائر عبد الفتاح السيسي انصبت أساسا على تعبير دولة مصر حكومة وشعبا عن تضامنها المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الهجمات الإرهابية التي ارتكبها جماعة الحوثي. هذه الهجمات، يقول المراقبون إن السيسي ما كان ليكتفي بإصدار بيانات الإدانة والتنديد بهذا العمل الإرهابي، ولكن أيضا أراد أن يأتي شخصيا إلى أبو ظبي من أجل التعبير عن التضامن المطلق مع كل الإجراءات التي ستتخذها الإمارات العربية المتحدة للدفاع عن نفسها في وجه هذه الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة بعض المدنيين وإضافة إلى جرح آخرين، ولكن أيضا لتأكيد مواقف مصر الوثيقة الصلة فيما يتعلق بالتعاون الأمني الوثيق، وأيضا الاعتبار أن أمن مصر القومي هو من أمن دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لإعطاء تجسيد حقيقي لمعاني التضامن بين البلدين. إذن في هذا السياق العام تأتي زيارة السيسي، ولكن أيضا للتشاور في قضايا أخرى مشتركة سواء إقليميا أو على الصعيد الدولي. طيب عبد الرحيم، دعني أذهب إلى آية راضي أيضا. آية، كيف يتم تناول هذه الزيارة المهمة، توقيتها، وأيضا البيان الذي سبقها في إيجاد دعم وشراكة يعني دائمة مع دولة الإمارات، كيف قرأتها أنت آية؟ صحيح، مصر تعتبر الإمارات هي شريك استراتيجي مهم في المنطقة، وهذا ما تترجمه زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد أيام من التهديدات التي واجهتها الإمارات من قبل الحوثيين، وما أعلنته مصر رسميا من قبل أنها تساند الإمارات في أي إجراءات تتعلق بأمنها ضد الحوثيين. وبالتالي هذه الزيارة هي زيارة رسمية للتأكيد على هذا الموقف المصري، إضافة أيضا إلى أن مصر تعتبر أن أمن الإمارات هو من أمن مصر، وأمن الخليج أيضا هو امتداد للأمن القومي المصري، وبالتالي زيارة الرئيس اليوم هي للتأكيد على هذه الرسالة، إضافة أيضا إلى القضايا الأخرى. أول هذه القضايا هي الأزمة الليبية، مصر تنسق مع كل الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الليبي لدفع القوى السياسية لعقد الانتخابات الليبية خلال الفترة المقبلة. القاهرة لديها مخاوف عديدة بشأن هذه النقطة التي ستؤثر على أمن مصر وأمن المنطقة العربية بحسب الرئاسة المصرية، إضافة أيضا إلى أن مصر تحاول الترتيب لما سيعقد في القمة العربية المقبلة التي ستكون في الجزائر. كان هناك زيارة لرئيس الجزائر أمس في مصر، ومصر تنسق مع الإمارات في هذه النقطة. القاهرة تريد أن يكون هناك موقفا عربيا موحدا خلال القمة العربية التي ستعقد في الجزائر بعد أشهر، والتواصل والتنسيق مع الإمارات هو أمر مهم، سواء كانت الإمارات تتداخل مع مصر في العديد من هذه الملفات، سواء كانت الأزمة اليمنية أو الليبية أو غيرها من الأزمات التي تواجه المنطقة العربية. الرئاسة المصرية أيضا تقول إن زيارة السيسي للإمارات من أجل أن يكون هناك تكاتف لكافة الجهود العربية تجاه هذه القضايا الإقليمية التي لا تهدد فقط أمن مصر، ولكنها أيضا تهدد أمن المنطقة العربية. وبالتالي القاهرة هنا تلعب من خلال موقعها وثقلها في هذه المنطقة العربية أن يكون هناك تشاور وتنسيق مع هذه الدول. زيارة اليوم هي زيارة مهمة من وجهة نظر الرئاسة، وبالتالي أيضا من العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والإمارات، سواء كانت هذه العلاقات هي علاقات سياسية أو أيضا علاقات اقتصادية وطيدة تتم بين الإمارات ومصر خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأيضا الاستثمارات التي تقوم بها الإمارات في مصر وموقفها من ضرورة دعم مصر في هذه المرحلة سياسيا واقتصاديا. من القاهرة مراسلتنا آية راضي، ومن أبو ظبي مراسلنا عبد الرحيم الفارسي، شكرا جزيلا لكما.